بكسب والله. استنى يا يلا يا شكرين. Thank you.
ميدو 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 الحمد لله موسم جيد جدا الحمد لله حققنا كل ما نتمناه طبعا بارقام قياسية وكل سنة طيب بقى اللي هيبقى تاخد اجازة وترتاح وان شاء الله موسم جاي هيبقى صعب ان شاء الله بعد الراحة دي نبقى نعمل موسم كويس السنة الجاية هو أهم حاجة في الحياة واحنا أصلا الجمهور ده طول عمره نور واحد بالنسبة لنا كل الكلام اللي احنا بنعمله ده عشان خاطر الجمهور بس ده الجمهور ده احلى حاجه واطعم حاجه في كره القدم طبعا لا موضوع كبير يعني حاجات كتيره قوي تفرحك وحاجات كتيره يعني تبسطك مقابله الجمهور ده بالنسبه لنا نمره واحد الجمهور يبقى حاسس باللي انت بتعمله ده حاجه اهم حاجه في الحياه يعني. طموحك الفتره الجايه كابتن لا انا هاخد اجازه بعد ما اخد اجازه بقى اشوف هعمل ايه